عبد الرئيس. يلا عبد الله تفضلوا. كريم مرحبا بكم. وياسين سي عبد اللطيف مباشرة من انا دامنو راه كله هنا راه كله هنا جمع البيضاء ومالي العهد ومالي الزيدانية من الدرع حتى الزيدانية. خدم لي الميكرو خدم الميكرو دير من هنا دير من ديال ولاد عزوز ديال نور الدين عبيد ديال عبيد خدمنا الميكرو ديال عبيد مزيان. يلا ولاد عبد الله انا ضامنكم وبغيت تعاون معايا عبد العالي حاسيب مرحبا. شنو هو اللي جا؟ مرحبا عبد الله حاسيب ولد عبد الله السلام عليكم. صفقوا عليهم الجمهور صفقوا عليهم ولاد عبد الله قطعنا هذا الرئيس راه فينا هو ديال الجماعة. مرحبا والله مرحبا مشيو الخير مشيو الخير الاخوان ديال ولاد عبد الله صحتكم. الميكرو اخر يكون مزيان راه ما نسمع والو هذاك. شوف غاتبادل مع حيده زكريا ملي غادي يدخل تبادل مع زكريا حيده. مسيو الخيل فين وصلنا؟ قصبة التادلة والعلام بقدير محسن بقدير يتفضل محسن على بركة الله. يلا سي احمد المحرك تفضل محسن بقدير سي احمد قولي تفضل قولي تفضل درج الخيل قصبة التادلة نتمنوا له السلامة. خاوي قولي تفضل على بركة الله سي محسن. يلا تادلة الاخوان اللي باقيين ما عطاوش الطلقه الاولى ديالهم الجناوي محمد وحيده الى عمرتو عاملوا راسك يا بني حافظ ربي وكل هاي شاك شاك وكل الاخوان ديال تادلة مرحبا بتادلة تعاونوا معاه. مرحبا بالسي العمري رشيد وسيدي ولدي مرحبا بكم في ولاد الجاع رقدا ولدي رقدا ولا حيد ديك الحبه ياسين ياسين الزيادي ولاد زياد مرحبا سي احمد ولاد زياد موسم عامر الحمد لله. عطيوا خويا تاعي الضيافين ديالكم جواد الصرفي عفوا جواد مرحبا جواد الشرفي سرعوف نعم ياسين جواد الشرفي عفوا خدم لي الميكرو خدم لي الميكرو ديال الشرفي ديال الشرفي جواد بني موسى جمهور رائع سي جواد قولي حتكلم تكلم الجمهور قرب شوية قرب ولدي تكلم السي جواد ياسين الزيادي الآن غيكون معنا مقدم جواد الشرفي نتمنى له السلامة وتشي السي حيدة معمر باش معمر مرحبا إذا السلام صافي راه وناط 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 وقف العود وقف العود هز الكيس صافي وناط صافي على راسك حيدة زكريا طلقة مليحة ملي كتكون طلعة ملي كتكون طلقة مليحة ما كتبانش طيحة لا زكريا مسيو الخيل مسيو الخيل ماشي زكريا لا لا مسيو الخيل زكريا قول الناس دابا قول مسي الخيل مسي الخيل يلا يا خويا الله يرضي عليك طلقه مليحه جواد طلقه مليحه
تحية جنة مسيون حين تحية جنة الجزائر خوتنا. يلا ولدي يلا ولدي سرا اوف نعم نرجعوا بك الاولاد للجهه ونمشيو لعند العلام حيدا زكريا مرحبا. الطلقه الاولى ديالو هذا المساء وهو عنده رقم 16. الاخوان ديال الوقايه سي زكريا رقم 16. عطيه المكحله ولدي عطيه المكحله ديالو عطيه المكحله انت ديال اللجنه المكرره عندك خدم لي عطيه لشي واحد كيف ما كان نوعه خدم لي الميكرو راه غير مقصح غير مقصح راه كيوقف عليها كيوقف راه كيوقف خدم الميكرو دياله خدم الميكرو ديال زكريا حيدا راه خدام من عندك الصباح العراقي ولي تكلم تكلم زكريا يلا تفضل هذا زكريا حيدا جمهور كريم ولد محمد الله يخليكم واحد ولد الحاج بوسكري حيدا واحد الاخ من مالي الخيل طاح له واحد التليفون الله يرحم الوالدين اللي لقى شي حاجه هذه هي الكره ديال الخير اللي لقى شي حاجه ما ديالوش يجيبها جيبوا لنا المنصه نعطيوها لمالها الله يرحمها البارح السي احمد لقاو جوج تليفونات وجابوهم لينا وهذا الشيء اللي معروف ولاد نجاع هنا ولاد نجاع ولا الضيافين ديالهم الله يرحم الوالدين اللي لقى شي حاجه ما ديالوش يجيبها راه مولاها محتاج ليها راه قدرت انت وحنا طيح تواجدوا في هذا اللي لقى التليفون غادي يجيبو مرحبا الى ما جابوها الواد العام راه فرج معنا والعام جاي ما نضمنو مرحبا اودي اش بغيتي تفضل المقدم تفضل يلا حيدا حيدا زكريا على بركه الله مقدم حيدا زكريا إذا مقدم ديال الجالية ممثل الجالية ديال ولاد نجاح عطيو السكوات نتمنى السلامة وشي سير عطيو السكوات الجمهور راه مقدم مليح زكريا سكت الميكرو راه البارود من وراء الغوثة ماشي البارود كيسبق الغوثة مسيو الخير عطينا علم خر وصلنا الآن عند رقم سعود ياسين زيادي ولاد زيان يتفضل حيدا ولدي من المحرك حيدا ولدي من المحرك عم ياسين الميكرو هضر ولدي سير ولدي حيد خدم لنا الميكرو ديال ياسين زيادي ولا زيان سد ولدك الشريف فين مصيفطو ما كاين والو راه كارت ديال بيمو فين مصيفطو دخلت ديال محسن بوقدير خدم لنا الميكرو ديال محسن بوقدير وروم حتى شويه الاطلس الجمهور الكريم اللي خداو الانطلاقه الان فرسان ولاد زيان رقم سعود والعلام ياسين الزيادي سي ياسين راه الميكرو خدام اولدي حدك بكاك الان قدم لي الزيادي صوت مسموع موتشيسير صوت مسموع المقدم انت اولدي على الله قول بسم الله قول بسم الله يا خويا ديال الله رقم 10 أسامة غزال عين قيصر حاس بلاد عمران الله يعاونكم رقم 11 الحاج شريف رقم 12 حيزون فريبقا يكونوا راسبين عليكم.
صفقوا على عزيلال خلصت تبارك الله ابن عياض وجد لي من الماء ولا الزين هادو اش ولا الزين يا سي الزنجازي هادي قال عاودها إذن هادو ولا الزين ياسين الزيادي هادو ولا الزين بلاد النعناع مرحبا وتحياتنا الحسن النجيلي مشيو الخيل ديالكم هادو فرسان ولا الزين الطلقة عميرية والطلقة الأخرى سي أحمد عين قيصر أسامة غزال البلاشوا الله يسر الله يسر مرحبا سي رؤوف من سوال الشكر نشكروا الاخوان ديال الاذاعه ديال الموسم على التفاني ديالهم بالفعل كاين السي عبد المقري والسي حكيم والاخوان كلهم ديالهم والاخوان كلهم الممثلين ديال الصحافه المكتوبه وكيحضر معنا ايضا كيحضر معنا المخرج والاعلامي والمنتج السينمائي اسامه صاحب برنامج عبق التراث للاذاعه القناه الاولى حاضر معنا بعد قليل سيتم التكريم ديالو هنا حضور سي محمد مبدع سيد الرئيس سي سلام عبد الله يعطيكم الصحة عاونوه عاونوه عطيونا شي واحد خير خير عطيونا شي واحد يعاونوه هاد الولية الله يرضي عليك مولاي عطيني مكحلة حيد المكحلة حيد المكحلة على الترس ركدوا هذيك المكحلة ركد المكحلة ولدي راه خارجة صافي على سلامتو عطي السكينة ديالو المري الخيل اللي خرج عطيه الماء تحياتنا للمساعدي مصطفى الحاج مفضل من المؤسسين ديال المهرجان وهذا الماء راه من نذكروا الماء الخاص ديال ياسين الزبير والحاج حمادي احد اعمدة واعيان قبيلة ولاد نجاح يعني من الماء الخاص ديالو وتحياتنا لخويا ياسين تشويكا الصحفي والاعلامي المعروف على الصعيد الوطني المحب للتوريطه والعاشق للفرص وعبد يضفي نكهه خاصه لاي مهرجان حضر ليه يعني كيحضر المهرجانات الكبار تحياتنا لخويا ياسين تشويكا اللي حاضر معنا ومرحبا بك في الارض ديال الصلاح ارض ديال الفقره ارض ديال ولاد نجاع ارض الخير والكرم اعطينا العلفه منين إذا السرعة خرجوا الآن ولاد نجاع هادو قيدوم ديال المقاديم ديالهم الحاج شريف شاقوري الحاج شريف رقم 11 الفا غنشموا فيها التاريخ ديال الفقرة هما اللي كنقولوا التاريخ ديال الفقرة كنقولوا سيد نبيل المقدم الكبير اللي كان كيقود إن شاء الله غيسالي المجموع الكامل وتحية الحاج شريف البارح جمع معاك كانت الشام ما لعبوش ممكن تاني غير شالي عرقوب رضا اصلا نقدم عرقوب رضا نتمنى لي سلام وتشيسي ارجع من الجنابه الحاج شريف الحاج شريف عطي يا خويا كوكو من الطراف ارجع من الجناب ونصب الخيل ونصب عطيه الضيافين عطيه الضيافين عطيه الضيافين غير التبنات حنا ابدا من الطرف الاول رقم 11 اعطيك كوكو للجميع لا تسرعوا رقم 11 الحاج شريف رقم 12 حي زوين رقم 13 مروان عبد الهوي رقم 14 قاسمي عبد الفتاح رقم 15 عبد اللطيف بن القاسم رقم 16 حيده زكريا رقم 17 الجناوي بغينا نصب دابا محمد اللي ناصب دابا جناوي عمري الباقي ما عطيتوش الطلقه دخلوا جوج وباقي الناس واحد اخر
باقي الحاج العربي بالخدة، باقي العربي بالخدة، وباقي عبد اللطيف عفوا سي محمد الجناوي، باقي الجناوي محمد والحاج العربي بالخدة، باقي لنا شي اخوان ديال بن عيا باش نخسر. اعطينا هاد العلم هذا ذكرني به بلاتي يا سي احمد، صوتك مسموع يا سي احمد. مالين الخير الله يرضي عليكم، شكرا على التنظيم. هذا خريبكا ولاد عبدون الرئيس حيزون صفقوا عليه، هذا خريبكا خويا حمزه بصحتك وراحتك تبارك الله عليك مسيو الخيل. مسيو الخيل الاخوان ديال خريبكا ولاد عبدون عطيهم الماء. إذا كما قلت بعد قليل سيتم تكريم الإعلامي والمنتج والمخرج السينمائي رشيد الحجوي عن برنامج عبر التراث الذي يداع على القناة الأولى بحضور سي محمد مبديع، وأيضا عبيلة سلام رئيس الجامعة الترابية، وأيضا سي الخضراء حميد جامعة الترابية البلدية، ومجموعة من الشخصيات والكفاءات والأطر أعضاء ديال الجهة اللي كيحضر معنا الآن، أيضا سي محمد مبديع ممثل في الجهة، وأيضا الأخ مصطفى أبو الخير، وتحياتنا لأعضاء ديال الجماعة كلهم وعلى رأسهم السيد الرئيس، وأيضا اللجنة المنظمة ديال المهرجان جمعية المجتمع المدني، والممثلين ديال السكان الأخ الشرقي الحاج المعطي ياسين الزبير وعبد العلي عرقابي. أعطينا علام خير الحاج شريف ولاد نجاع، وكنطلب من الأخ رؤوف يقول الإخوان ديال اللجنة المنظمة يفرقوا الماء على الإخوان ديال القوات المساعدة. مرحبا. عطيو الماء للإخوان ديال القوات المساعدة الله يجازيكم بخير. حبيبي ربي. ربك عين الخير ووعيد. سيدي عبد العزيز هذه عرفه مليحه، هاج شريف وان سيدي عباده، وتحياتنا للشقور عزيز والاخوان ديال الفقره كاملين الشرقي النجاوي الطعام اخويا الفقره. هاج شريف كيقول لكم الشرقي مرحبا بكم عندي الطعام والفقره كاملين. نعم يا احنا هذه هي خدمتنا، هذا هو حنا وحنا ماليه. وراي الشرقي يقول لكم ودي قول لي الطعام ونقولوا لي مرحبا. ولا حيك تيقول ما تلقاكم والو ما تلقاكم والو. وراي اللهم نحدوا هنا في الموسم. الله يسر غنمشيو السير عوف دابا للبراديه. مالي الخيل شكون اللي باقي ما عطاش الطلقه الاولى ديالو؟ سي احمد اه عرفت. عندنا واحد الوليد تالف سميتو سعد غفار من جباله، ها هو عندنا هنا، ها يمكن لامو ودراتو. تعال لولدك قبل ما تمشي للخيط الابيض. مشات الرحب الطواجن. ها هو ضبطو لي بالخيط الابيض. يلاه سي رؤوف نمشيو للبراديه الجماعة الترابية البرادية، والجناوي السي محمد هو اللي غيعطينا الطلقة، هو اللي عنده الطلقة الآن، عنده رقم 17 ولكن هذه الطلقة الأولى ديالو. الجمهور انضمنوا ولا لا؟ انضمنوا. أنا داخل في الدنيا وفي الآخرة. قدم السيمو محمد كريمي صح. الحاج أحمد علاش ما تنضمنيش؟ الحاج أحمد النازل. يا راه باقي بعيد. عامي غنتعرف كريمي صح. نتمنى له السلامة وشي سير. السهل السلام عليكم صفقوا عليهم
ياك ما ندير العشاء ما نديروش. الله يعطيكم الصحة. يلا ولدي مشي الخيل تبارك الله عليكم. فرصة البلادية تحياتنا لك تواما كرمالي الخيل. حنا دابا رحنا في رقم 13 رقم 13 مروان العبلاوي. مرحبا 13 مروان العبلاوي ومن بعد منه رقم 14 القاسمي عبد الفتاح. قاسمي يوسف مرحبا مروان. دابا مروان العبلاوي. مروان العبلاوي هو اللي عنده الدور الان من بعد زهرة. القاسمي عبد الفتاح ولا زهرة تفضل. ومن بعد منه رقم 15 يلا مروان القاسم البيضة ترى مسكت. حيدا زكريا خلونا نسمعوا الغوتة. حيدا زكريا خلونا نسمعوا الغوتة. سوف تقدم ولاد زهرة. مرحبين بولاد زهرة. الله عليكم. الله يبارك فيك. نمشي هو اللي حداه. اللي حداه. هذا العبلاوي هادو ولاد زهرة. الحاج العربي بن خدة باقي ما التحقش أمال الخيل. الحاج العربي بن خدة ما كاينش. مرحبا. كيحضر معنا ايضا رئيس الفيدرالية ديال فرق ديال الخيالة ديال ولاد عبدون. حاضر معنا هنا اخ حيزون اخ ديال الرئيس ديال ولاد عبدون. واحد الوليد سميتو يحيى المخنتر من فيني اللي لقاه يجيبو لينا عمرو 7 سنين. يحيى المخنتر من فيني. الاخوان ديال ولاد زهرة بني موسى المكانة ديالكم هي عند الرئيس. سي رؤوف الاخوان ديال اللجنة المنظمة الله يرحم الوالدين. هاد الاخوان ديال القوات المساعدة مع الوقفة راه خاصهم الماء على الأقل. الله يرضي عليكم جيبوا لهم الماء جيبوا لهم أتاي. الله يجازيكم بخير. غنمشيو السي رؤوف اللي عنده واتزم. مرحبا قاسمي عبد الفتاح رقم 14 الله يوفق. الآن سوف تقدم قاسمي عبد الفتاح تمنى لي سلامة وشي زيادة. أنا ضامن قاسي بخاطرك. أنا ضامن الجناوي رقم 17 رقم 17 الجناوي الى معمرين نصبوا وغادي نرجعوا الرقم 1. عندك ولدي عندك الجناوي محمد. السكوت السي احمد صافي منين طالقوا نعطيهم السكوت.
خدم الجناوي محمد في المسلمين تشيسي. يعطيكم الصحة، تبارك الله عليكم. داك الوليد الصغير، الوليد الصغير هو اللي ما نبغيو يطيح. لا صافي راه خلي غادي يركبه الحاج العربي بن خلاله وياك يقولوا طاح. ركبوا ولدي يتمو صفقوا عليه، صفقوا عليه الجمعية. الوليد الصغير صافي راه ركب. يلا ولدي مشيو الخيل. الحاج العربي بن خدا كاين ما كاينش. الجناوي محمد، الجناوي راه النوبة ديالكم الجناوي راه رقم 17. خواش خواوا البارود ها الاخوان، جيبوا لهم البارود. لا لا الدرب جيبوا البارود الاخوان. عيب عليا شويه علاش كيدير بزاف الماء عمرها. وا انا نشوف عبد الواحد خدم ديال من حيدة، ديال من هذاك الميكرو خدمنا الميكرو ديال حيدة، حيدة زكريا خدمنا الميكرو ديالو. الإخوان وصلوا لهم البارود. شرقي نجاوي شوفوا خويا البارود، سير واحد دو البارود باش ما نحبسوا والو. عند من السيح متواصلين؟ واصلين الآن عند رقم 16 حيدة زكريا. يلا حيدة خدم من الميكرو، خدم الميكرو ديال حيدة السي محمد ورونو الأطلس. والآن صربت القدس حيدة زكريا كنتمنوا له السلامة وتشي سي حيدة سكوت بلا ترمى. تقدم حيدة زكريا سكوت الجمهور. ساعه مقدم الجناوي، الجناوي معمر، الجناوي محمد ما معمرش. غنمشيو مالي للخيل عند رقم واحد حتى يعمر مول 17 مع هذا وغادي نعطيو شي. خلي لي النوبه ديال واسي احمد، خلي لي النوبه ديالو. النوبه ديالو غنمشيو دابا عند رقم واحد حيدة محمد. سير اخويا سير حيدة محمد سير. نصب سيرة ولدي الله يرضى عليكم سيرة. لا يا سي حيدة انتم مالين البلاد هادو قال لك باقيين شكون مقدم؟ إلا كان ياسين قرفات تاع عند لوطاق راه مو كتنتظرك هنا. تحياتنا السيد قائد درك الملكي البلادية ياسين قرفات مو كاين عند لوطاق رقم واحد الاسم ديالو. ادخل الزهوري سي رؤوف. نعم الاخوان ديال الشوب باقي ما عطاوش الطلقه ديالهم. الزهوري يلا الزهوري تفضل. عندك الزهوري عندك رقم 18 عندك رقم 18 عطيو الطلقه ورجعوا تعمروا. هذا الرموده، هذا مقدم الرموده مقدم الشوب. ما نقدر نقول لي حتى حاجه للرموده واش كليه ولا راه الرموده معروف بها وهذا العام ديال الرمود. العام نبقى نرفدو في القمح حتى يكون الراموت تاكوا كثير. اللهم يسر. يضرب البارود. يلا سي. عام ديال الخير هذا. سي الزهوري. والخير ديالكم رقم 18 الاخوان ديال الشوب. ونمشيو الرقم واحد ان شاء الله. واحد الوليد سميتو يحيى الخوادري اللي لقاه عمرو 7 سنين امه هنا
الزعوري فرق الحبه بكري. كيعطلونا السيد. يلا الله يسهل عليك اخويا، الله ييسر. كيعطلونا. ماشي المشكل السي رؤوف. وهذا الجمهور راه ما تيجيش. الجمهور بغى المعروف. يلا السي الزهوري على بركة الله ولدي الله يوفقك. إذا الجمهور الكريم نذكركم بأن هذا المساء التحق بنا 18 فرقة ديال الخيل كتمثل أقاليم الجهة ديال بني ملا الخليفرة. عندنا فروق من إقليم خريبكة الفطيب مصالح أزيلال وبني ملال. الدور الآن عند الإخوان ديال إقليم الفطيب مصالح، إخوان ديال الشوفة السي الزهوري على بركة الله تفضل. يلا نقدم توكل على الله. هادو الشوفة كتربطهم واحد العلاقة تاريخية مع ولاد نجان في إطار ما يعرف بطاطا طاطا أو بالأمازيغية طاطا، وحلف عسكري بين القبائل في القرن 19. فهاد المكان بالضبط كانت تلتقي الشوب مع ولاد نجاح. يا كان مقدم جيلاني عليكم. انا كنطلب من ولاد نجاح كلهم يصفقوا على خوتهم هادو الشوب. اولاد نجاح راه الوقت ملي كان البارود بارود راه كانوا الشوب كيتداو بجنبكم، كانوا معاكم كتدافعوا على بعضكم البعض، لدرجه ان الزواج ما كان تيكون والو بين القبائل اللي كيديروا طاطا يعني خوت. مشيو الخيل، مشيو الخيل ديالكم. غلط سير عند الوقاية السراء بديو الخيل. أم وهذاك تبقى تقول لهم خوتكم ما خوتكم يجي يقولوا لهم عطونا الورد. ما عندهم ما يديو من هذو ولاد نجاح. يلاه أنا بالجموع وكاع معانا غادي نرجعوا لرقم واحد السراء نذكروا الجمهور. إذا أنا غنبداو السلسلة الثانية من طلقة الباروخ. كنتمناو التوفيق لجميع الخيالة ديالنا، كنتمناو فرجة ممتعة للجمهور الكريم وضيوف ولاد نجاع. غنبداو الجمهور الكريم على رقم واحد والعلان حيدر محمد. سي محمد هنا مستعد على بركة الله تفضل. يلا نقدم تفضل اخويا. يلا نقدم رقم جوج حيداس، حيداس كمال من القديم ايضا اللي كان ولي الخير. خاف تعاونوا معايا يسمع سميتو يزيد على سحمد. مرحبا هذاك مول البيكالا داخل وسط الخيل. قائم الجمهور رقم جوج حيداس كمال ولاد علي رقم ثلاثة. إذن هذه المجموعة ديال الحيدة كنترحموا على الحاج قطور، كنترحموا أيضا على سي أحمد حيدة المقدم ديال ولاد نجاح، سي العربي حيدة حتى هو الله يرحمه ويوسع عليه، كنترحموا على الشيخ ديال القبيلة اللي كان كيكون حاضر معنا يعني الشيخ دريويش الله يرحمه ويوسع عليه. إذن بعد قليل سيتم تكريم المنتج والإعلامي والمخرج، ولكن نزولا عند رغبة المخرج غيتم التكريم ديالو أمام المجموعة ديال واتزم. أمام المجموعة ديال واتزم. مرحبا مرتاحش في البركة. اصبر معنا عندهم رقم 14 وحنا الان الدور هو عند رقم جوج. سميتو حيداس. حيداس تفضل. حيداس هو اللي عنده الدور الان ولاد علي الواد. يلا سي كمال من بين على بركة الله المتميزة قبيلة ولاد علي الواد. يا بني هيا هيا دبي بعد هيا Yeah.
هادي قرصة علوية، قرصة علوية، وتحياتنا للقبيلة ديال العناية وديال المقاومة والكرامة. أولاد علي راه عصرت بغا يدخل له تقلب هذاك الوليد اللي كتقلب عليه مو سميتو يحيى، هو تعال اللي عند ولدك، فين خليتي ولدك؟ أبقى حاضي يا مول المعلم، ما عندك فين تمشي؟ هنا دير لك مو سير عوف يلا مش الخيل ماشي هذا البارود راه وصل السير عوف وبا قال لك في الحانوت هنا اسك ولدي با الحاج الولدي سميتو يحيى النويني يحيى با الحاج رؤوف نعم مشو عند رقم ثلاثة العلام الحاج خويد النازح المربعة واش محمد ابني شقدال غير بنصار الحاج بمدينة استعد على بركة الله تفضل ومن بعد منه يلا الزبير اسيلاس هادو هم المربع بني شقدال قال لك الى ضاق الحال عيطوا على بني شقدال فروقين في الحطة ومجموعين في العيطة يا حفيدة ستر العيوب عرب جمهور كارم صفقوا عليهم صفقوا عليهم الجمهور على اللي زادر تتر من الراسة ما يضرها وش لا بريس عزيز حمد العلفة مليحة الله يطول عمرها هادي هادي مضمونة تامل الله ما كتسمعوا لهم تزغريت هذا المقدم ديال الحجابة الجدابة علي زغرتت عمر راسها ما درها أعطيو التمر أعطيو الحلاوة لبني سكدال مالي الحال مالي العهد هل المربع ولكن تيبان لي الرئيس سلام عبد الله بحال فرطتي في صاحبك الرئيس عبد الهادي بحال فرطتي فيه فرطتي فيه اذا في اوروبا ادفع كاوكاو دفع الناس كاوكاو هذا الجمهور والله ما كرهت تندبح لي ما انا بكر الجمهور اعطيهم كاوكاو من الطرف ازرع 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 عينود كاوكاو هنا ان شاء الله أعطينا علام خر الإخوان ديال زاوية الشيخ تفضلوا زاوية تفضلوا ولدي تفضلوا أنور الزوقي هذه المجموعة ديال غرابو كمال وصيف بطل المغرب ومعنا الوصيف ديال الكبار ايضا عزيز جغور حتى هو حاضر معنا قدم غرابو كمال وكنقول الله يخلف العود اللي ضاع الله يخلف اخ عزيز جغور معروف على الصعيد الوطني من البار ديال الكبار مدرسة فن ديال التموريدة بحافظ على الطريقه الشرقاويه ولاد المغرب كنحييه وكنشكرو على كل التقدير والاحترام مشيو الخير ديالكم هز 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 ه